دلوقتي المرسله الثاني معانا مع احمد البطاحجي. احمد البطاحجي متسابق بإلقاء الشعر، بيحب الشعر القديم جدا، بيحب الشعر الرومانسي، يعني هيسمعنا النهارده بقى حاجه مالهاش علاقه بالطب اصلا. يعني حاجه معانا احمد البطاحجي. جوابي ده الاخير ليك يا معاليك يا ست الحسن. بدايتي الاول مساء الفل على الازهار، على خدودك ما بين جرحش وما بنسمحش حد يقول كلام عنك، لذلك ثم اما بعد، انا الطفل اللي كان في عينيك متشعب يشوف روحه تتلخبط وقلبه من الحرام يضعف ويستعصي، كأني بزار وانا الدرويش، كأني بغار وانا الحرفيش، كأنك كنت قرش حشيش دخل رئتيني. كأنك زار وانا الدرويش، كأنك غار وانا الحرفيش، كأنك كنت قرش حشيش دخل رئتيني في ملامي، كأنك دار وانا اللي ماليش سوى الدار اللي رماني، ومن لعبة خلاص لقيت لقيتك غيرنا في حياتي، حسبتك مطر عمت جريت، وفجأة لقيت مفيش غير ليل، سحابة ظلمة كنت انتي، اشوفك في الوجع بنتي، واحسك ارضي وسفينتي، وشمسك تملى ليلي شروق، مفيش كام يوم لقيتني بفوق، واشوف القاتل الفعلي، مفيش كام يوم لقيتني بفوق، واشوف القاتل الفعلي، لقيتك ارض ما تضمش سوى المطاريد وانا عين، انا عين بيفتح ايد يشوفك خط على كفه، يعني اي عيال اذا بصيتي يتدفى، حسبتك ام بتدور راحة الاحضان على عيالها، لقيتك ماسكه كاتب صوت رصاصك فات وجع جواي، وهو يا حلوه يعني الموت بيفرق شكله كان ازاي، وهو الجرح للستات ومش لينا، في رجاله بتعيط، يا ريتك شفتي في عيونه، يا ريتك شفتي في عيونه دموع الاب، انا ايوه انا الشخص اللي كل عيونه لكن مليان حاجات تتحرق، أنا الشخص اللي كل عيونه لكن مليان حاجات تتحرك. شكرا. صوتك يعني انت صوتك كاش زي دي، فدي كانت حاجه كويسه جدا، والتوفيق ان شاء الله.